بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، في هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نتطرق إلى موضوع جديد من مساق تركيب البيانات والخوارزميات. وموضوع اليوم هو موضوع سورتينج ألوغوريثم أو خوارزميات الترتيب. وهذا الموضوع مهم جدا لطلبة الدبلوم برمجيات وقواعد البيانات، حيث انه شائع الاستخدام في البرمجه دائما. في هذه المحاضره سوف نتطرق الى ثلاثه انواع مشهوره في عمليه الترتيب، اللي هي خوارزميه البابل سورت او الترتيب الفقاعيه، وخوارزميه الترتيب بالتحديد او الاختيار، وخوارزميه الترتيب بالادراج انسيرشن سورت. طبعا للترتيب دور مهم في حياتنا احنا كبشر، وايضا له دور مهم في البرامج الخاصه بعلوم الحاسوب، فان الترتيب يسهل من عمليه الوصول الى البيانات. تصور انه لديك مصفوفه غير مرتبه، في عمليه البحث او الوصول الى عنصر معين تحتاج إلى المرور إلى جميع العناصر، لكن في حالة أن المصفوفة كانت مرتبة فيكون من السهل إلى الوصول إلى العنصر المطلوب. لذلك برزت أهمية خوارزميات الترتيب في تسهيل الوصول إلى البيانات. نبدأ على بركة الله في أول خوارزمية. خوارزمية الفقاعة أو الترتيب الفقاعية سميت بهذا الاسم لأن العناصر في هذه الخوارزمية تأخذ طريقها لمكانها الصحيح بطريقة تشبه الفقاعات، وهذا اسم لطيف يعني. الفكرة الأساسية من خوارزمية الترتيب في الفقاعة هي أن تضع أكبر عنصر في المصفوفة في مكانه الصحيح في كل دورة، يعني الدورة هنا بنقصد فيها في اللوب، لأنه إحنا لما بنمر على عناصر مصفوفة لو كانت بالشكل هذا ثلاثة خمسة اثنين، لو بنمر عليها بنمر عليها فور لوب، بسموها ترافيرس زي ما حكينا سابقا. فإحنا بنحتاج فور لوب لطبيعتها، وبنحتاج فور لوب لإدخال العناصر، وبنحتاج فور لوب للبحث، تمام؟ ببساطة تعمل هذه الخوارزمية على تبديل مواقع العناصر المتجاورة إذا كان ترتيبها خطأ. يعني كيف؟ لو كان هذا 3 و5، الثلاثة أصغر من الخمسة إذا الثلاثة في مكانه الصحيح، تمام؟ بعدش بيجي 5 و2، الخمسة أصغر من الاثنين لا، فبعمل عملية إيش؟ حاجة بسموها تبديل أو سواب. ما يحدث في كل دورة؟ نضع المؤشر في أول عنصر بالمصفوفة ثم نقارنه مع العنصر الثاني، يعني بنمشي عنصر عنصر. إذا كان العنصر الأول أصغر من الثاني انقل المؤشر للعنصر الثاني، زي ما نقلنا المؤشر على الخمسة، ولا يوجد تبديل، ما فيش سواب هنا. إذا كان العنصر الأول أكبر من العنصر الثاني بدل العنصر الثاني مع العنصر الأول ثم انقل المؤشر للعنصر الذي يليه، وهنا يوجد تبديل. يعني هنا لما نقلنا هنا وهنا بدلنا الاثنين والخمسة، نواصل العملية حتى العنصر قبل الأخير بالمصفوفة، لانه بعد الاخير ما فيش تبديل. يعني لو كان المصفوفه طولها ال فاحنا بناخذ لحديت العنصر ال ناقص واحد او ان ناقص واحد. عدد على العناصر المصفوفه التي ترتبها خوارزميه الترتيب الفقاعيه في كل دوره تقل بواحد حتى تنتهي العناصر. فاذا كان عدد عناصر المصفوفه خمسه ففي الدوره الثانيه سترتب اربعه، والثالثه سترتب ثلاثه عناصر، وهكذا. لماذا؟ لأنه في كل دورة تضع الخوارزمية عنصر في مكانه الصحيح، يعني في كل لفة تحط عنصر في مكانه الصحيح، فبالتالي لا نحتاج لإدخاله في عملية الترتيب مرة أخرى. هذه جملة مهمة جدا هنحتاجها في البرمجة الآن. عدد الدورات هي عدد العناصر ناقص واحد. حاول تخيلها، في أول دورة نأخذ العناصر كاملة ويقل عدد العناصر واحد كلما انتقلنا إلى الدورة الثانية، وهكذا. يعني احنا بنبدا بالاول ان ناقص واحد مقارنه، بعدين ايش ان ناقص اثنين لحديت ايش
آخر عنصر اللي هي بيكون عندي عنصر واحد. طبعا هذه سابقا قلنا عبارة عن ان سكوير الكومبلكس تبعتها، تمام. نشوف كيف الخوارزمية هذه بتشتغل. تصور عندي مصفوفة 7 3 1 2 5، اول دورة اللي هي باص 1 حتبدأ تقارن الثلاثة والسبعة، الثلاثة اصغر من السبعة اذا فيش سؤال. بعدين نيجي ايه السبعة والواحد، السبعة أكبر من الواحد بنعمل سواب، بنغير مكان السبعة بيجي هنا والواحد بيجي مكان. بعدين اثنين والسبعة بنعمل سواب لأنه اثنين أصغر من السبعة. عشر خمسة والسبعة بنعمل سواب، فبتطلع أول دورة بالشكل هذا، تمام. إذا المصفوفة حتى الآن مش مرتبة. عشر بناخذ كمان دورة اللي هي واحد وثلاثة، بنعمل سواب بينهم لانه الثلاثة اكبر من الواحد والواحد اصغر من الثلاثة، فبيجي الواحد قبل الثلاثة. بعدين الثلاثة والاثنين بنعمل سواب، بعدين الثلاثة والخمسة بنعمل سواب، بعدين الخمسة والسبعة ما فيش سواب، في الاخر بتنتج عند المصفوفة 1 2 3 5 7. لاحظ هنا حتى لو كانت المصفوفة مرتبة الخوارزمية بتلف عليهم، وليس لديها علم انه الخوارزمية يعني العناصر مرتبة، لازم تمشي على كل العناصر مرة واحدة. زي ما انت شايف بالانيميشن هذا كيف رتبتها، اول دورة حطت الواحد بالاول، بعدين حطت الاثنين، بعدين نقلت الثلاثة في الموقع الصحيح، بعدين الاربعة وهكذا. عشان نعمل الكلام هذا بنحتاج احنا مؤشرين، تو فور لوب. المؤشر الاول بيمشي على كل العناصر، المؤشر الثاني الفور لوب الثانية هي اللي بتعمل عملية ايش؟ وضع العنصر في مكانه الصحيح. إن لقى عنصر أي أكبر من العنصر الثاني، يعني العنصر أكبر من العنصر الذي يليه، بيعمل عملية ايش؟ سواب. السواب هي عبارة عن نحتاج متغير تم بنحط فيه العنصر الأول، والعنصر الأول بنحط فيه العنصر الثاني، بعدين العنصر الثاني بنحط في قلبه التم. نيجي على بركة الله نطبقها بشكل سلس وبسيط. نيجي على النت بينز، نعمل نيو بروجكت. طبعا النيو بروجكت جافا الت بروجكت، نكست نسميه سورتنج. الجوريثمز طبعا هذول احنا ما بنحتاجهم مش حاليا. السورتنج الجوريثمز نبدا مع بعض نعمل الفانكشنات الكلاسز اللي احنا بنحتاجهم ستيب باي ستيب. طبعا اول شيء انا بحتاجه اعمل الفانكشن تبعت السورت، فبسميها void tuple sort بالشكل هذا. البابل سورت ايش بتاخد عندي؟ بتاخد عندي مصفوفه من نوع انتجر مثلا، فبحط انتجر array بالشكل هذا، بنوضع الاري كباراميترز. اذا اي اري بنبعتها بنبعتها بالشكل هذا. جوا بنحتاج نعرف الان اللي هي عباره عن طول المصفوفه، عشان احنا بنختلف في فور لوب الثانيه عن اللوب الاولى في عمليه اللف بان ناقص واحد، فاحنا بناخذ طول المصفوفه array dot length اللي هو عباره عن ان، وبنبدا فور لوب عاديه. فور لوب i بيساوي صفر والi اقل، طبعا هنا حناخذ الاي اقل من ايش؟ من الان، واي زائد زائد بناخذ عندنا هنا انتجر كي، الكي اللي بنشتغل عليه بيساوي اري الاي وانتجر J بيساوي I ناقص واحد. الآن بدنا نعمل عملية تحريك العناصر في المصفوفة والتي تكون أكبر من المفتاح المعطى بمقدار موقع
بمقدار موقعها الحالي، يعني بدنا ننقل العناصر من بعض. طبعا احنا ممكن نستخدم واي، ممكن نستخدم نفس الكلام اللي عندنا احنا، كيف ممكن نستخدمها؟ نستخدم الكلام الطريقة البسيطة جدا زي ما احنا شايفين هنا، طبعا عندي 4 جي بالشكل هذا، ممكن ناخذ احنا اسف 4 كمان 4 نعمل زي ما احنا شايفين. احنا بناخذ الجي ان ناقص 1 وان ناقص وهنا الجي ان ناقص اي ناقص 1، ان ناقص اي ناقص 1، وهذه الحديد ان ناقص 1 لانه قلنا بنوصلش لاخر عنصر. الان المطلوب منا انه عندي اف، بنعمل سؤال اف اللي هو اف اللي هو الري الجي اكبر من الري الجي زائد 1. طبعا هنا ممكن ما نحتاجش بيجن واند هنا، لكن ممكن نخليهم بيجن انتجر تم بيساوي الري الجي والري الجي بيساوي الري الجي زائد 1. بعدين ايش بنحط هنا؟ الري الجي زائد 1، هذه عملية السواب بيساوي التم. هيك احنا بنكون خلصنا الخوارزمية اللي موجودة عندنا. كيف بنستدعيها؟ نعمل اوبجكت من الكلاس هذا، نسميه اوبجكت بيساوي نيو سورتنج الجوريثم. هيك صار عندي اوبجكت منه، بنقول اوبجكت عشان نوصل للايش؟ للميثود اللي موجوده بابل سور. هنا بدنا نعرف الري عندنا بشكل سريع، كيف نعرف الري هنا؟ نقول له انتجر الري يساوي نيو انت 5 او انتجر بلاش نيو انت 5، بتساوي على طول نديها القيم 10 مثلا 7 8 9 1 5، وهنا بنبعت له الاريد اللي احنا عملناها. عشان نطبع الكلام هذا نحتاج نعمل ميثود تطبع لي الاري، فبنقول هنا بالشكل هذا، نقول برنت فويد برنت تاخذ انتجر اري بيجن وان فيها فور لوب، ايش حيعمل هنا؟ حيعمل برنت اللي هو ايه؟ الري الاي بالشكل هذا. هيك احنا بنكون وصلنا للمصفوفه اللي احنا بدنا اياها، بنروح نطبعها اوبجكت دوت برنت الاري. شوف واحد خمسة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هيك طبعهم مرتبين. هيك احنا بنكون
فهمنا البابل سورت كيف اشتغل. طبعا سهله جدا، اثنين فور لوب قارن في الفور لوب الثانيه، هذه مهمه لانه احنا بنحصل عنصر اقل من العنصر الاولاني، اقل من كل مصفوفه بواحد، بنقارن اذا كان العنصر اللي موجود اكبر من اللي بعده اعمل سواب ما بينه وبين اللي بعده في كل لفه. هذه جوا هنا بروح كل مره بوضع عنصر في مكانه الصحيح، تعيش بلف على المصفوفه كلها بالعناصر الموجوده. طبعا هذه الكومبلكس تبعتها هذه ان وهذه ان، ان في ان ان ترمي. الموضوع الثاني او الخوارزميه الثانيه اللي هي عباره عن السلكشن سورت. سميت هذه الخوارزميه بهذا الاسم لانها تعتمد على مبدا اختيار اصغر عنصر، تختار اصغر عنصر في المصفوفه في كل مره ووضعه في مكانه الصحيح. ولنعرف الطريقه تفصيلا نجرب الى ايه؟ نجزئها الى خطوات. اول شيء ابحث عن اصغر عنصر بالمصفوفه وبادله باول عنصر بالمصفوفه، اذا بندور على اصغر عنصر وبدله ايه؟ باول عنصر. والمبادله تعني ان نضع كل عنصر مكان الاخر. واذا وجدت ان عنصر اصغر، وجدت ان اصغر عنصر بالمصفوفه في اول خانه منها فلا داعي لاجراء تغيير. يعني اذا كان اول عنصر موجود في الاول هو اصغر عنصر فبنغيرش شيء، فهو في مكانه الصحيح. ابحث عن اصغر عنصر في المصفوفه ناقصا الجزء المرتب. يعني هذا كل مره بتنقص واحد عن الجزء عن 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 المصفوفه كلها، لانه لو كان اول عنصر مرتب وكان طولها ان فانا بتمشي ان ناقص واحد، ان ناقص اثنين، ان ناقص ثلاثه لحديت انا ما اصل لاخر عنصر. لتوضيح معنى الجزء المرتب، عندما وضعت في الخطوه الاولى اصغر عنصر في الخانه الاولى فانت تعلم ان هذا العنصر قد اخذ مكانه الصحيح، وهنا نسمى الخانه الاولى بالجزء المرتب. ولايجاد ثاني اصغر عنصر المصفوفه ستبحث في عناصر المصفوفه طولها ناقص واحد وهكذا. تمام، تعيد الخطوات الثانية حتى تصل لنهاية المصفوفة. بتعبير آخر يصبح طول الجزء المرتب المصفوفة مساوي لطول المصفوفة. يعني تمك تمشي فيها لما توصل لكل اللي في المصفوفة المرتبة أو في القائمة المرتبة هو طول المصفوفة. نمشي مع بعض على الكلام هذا. افترض أنه عندي أنا في اللفة الأولى المصفوفة هذه 2 6 4 5 3 1 أول مرة بدي أدور على أصغر عنصر، هذا أصغر عنصر؟ لا، أصغر عنصر الواحد، همسكه وأحطه في الأول، صارت هذه الجزئية اللي موجودة عندي، الجزئية هذه مرتبة، تمام؟ هذه الجزئية مرتبة، صار عندي مقسومة المصفوفة لإيه؟ لقسمين، هذا سورتد، أو مرتب وهذا غير مرتب. تمام، بعدين دورنا على في المصفوفه الثانيه السته والاربعه والخمسه والثلاثه واثنين، مين اصغر عنصر؟ الاثنين، هنمسكه ونحطه قدام، صار عندي الواحد والاثنين مرتبين، بعدين دورنا لقينا الثلاثه مرتب، بعدين الاربعه مرتب، بعدين الخمسه مرتب، سته، بعدين ما وصلنا لكل العناصر بالشكل هذا. هنا كمان مثال زي ما انت شايف عندي الخمسة والاثنين والأربعة والستة والواحد، المينيمم عبارة عن مين؟ الواحد، هنمسك الواحد وين نحطه؟ بالأول، تمام؟ عشان نمسك الاثنين والأربعة والستة والخمسة والثلاثة، مين أصغر واحد؟ الاثنين، هنمسك الاثنين ونحطه بالأول، تمام؟ وهكذا، اثنين بالأول، بعدين الثلاثة، نحطها مع مين؟ بالأول ونحطها في السورتد أري، والآن سورتد حتى عندي الأربعة والستة والخمسة. هنمشي على الجزئية الثانية بالشكل هذا. عبين نوصل على الجهة الشمال في السورة كلهم يبقوا ايش؟ مرتبين. طبعا العملية بسيطة جدا، زي ما احنا شايفين السورتنج الجوريثم بياخذ عبارة عن مصفوفة، أول شيء بنعرف متغير ناخذ طول المصفوفة عشان نعرف اللي هو العناصر اللي بده يمشي عليها، طبعا هيمشي لحديد ان ناقص واحد. فاحنا اخذنا ان طولها لو كان طولها خمس حيمشي اربع خطوات، لو كان طولها ثلاث حيمشي خطوتين، تمام؟ لان اول عنصر تكون في مكانه الصحيح. فعندنا حيبدا بالاي بصفر حديد طول المصفوفه، تمام؟ هذه الغير مرتبه. بعدين العثور على اصغر عنصر انتجر مينيمم اندكس، بنمشي فور لوب اذا كان اف الاي الجي اقل من الان الاري مينيمم اندكس فصير مينيمم اندكس الجي، يعني انا بندور على اصغر عنصر. بعد ما نلاقي اصغر عنصر بنعمل سواب له،
تمام، بنخلي الاري المينيمم اندكس بيساوي اري الاي اللي كنت انا واقف عليه، اللي هو اول واحد في مين؟ في اللفات، في اللفه الاولى. تمام، هيك احنا بنحصل على اللي هو المصفوفه مرتبه. نطبق هذا الكلام بالجزء العملي. هنعمل بالشكل هذا اللي هو ده ايه؟ الجزئية الثانية اللي احنا بنشتغل عليها، اللي هي عبارة عن الترتيب، اللي هي سيلكشن سورت. فاحنا هنكتب هنا سيلكشن سورت فويد سيلكشن اندرسكور سورت، تاخد انتجر اري بالشكل هذا، ولها بيجن وان. نبدا نعملهم على بركه الله واحده واحده. نبدأ نفس الطريقة، نعرف انتجر ان بيساوي array dot length. هيك أخذنا طول المصفوفة. هنمشي فور لوب زي المطلب الأول ما كنا شغالين. هتيجي هنا حديد مين؟ الان ناقص واحد. تمام؟ بعد ذلك هنبدأ انتجر مينيمم اندكس اقل واحد. ايش بيساوي هنا؟ اول مره بتساوي الاي. تمام؟ معلش بنبدا فور لوب ثاني. الجي لحديت مين؟ لحديت الان اقل من ان. نيجي بنفحص اف ايش؟ اف اري جي اللي انت واقف عليه اقل من اري الاندكس المينيمم اندكس، اعمل سؤال انتجر تم بيساوي اري المينيمم اندكس من اندكس نعرفها مرة ثانية انتجر تم تساوي الري وهذا المينيمم من نشيل البيجن هذه طيب ريت نشوفها. تمام، طبعا بعدين ايش الاري المينيمم اندكس ايش بده يساوي؟ الاري الاي معلش اري الاي بدنا ننقله بيساوي التم. نحاول نرتب الكلام هذا اللي موجود عندنا. هنا بدناش بدينه انت لانه بتحتاج وان بادي، ما فيش الها الا بادي واحد انتجر. وهنا نشيل الفاصلة هذه هذا انتجر مينيمم اندكس. ايش بقول هنا؟ cannot find simple min index.
طيب نبدأ هنا بالجيم وهيم، وهذا الدند بتاعت هذا، هاي انتجر مينيمم اندكس هذا بتاع الجيم، وهذا هيك صارت عندنا على ثبت انه المتغير داخل البيجن والاند بيعرفوا موجود. وروح نستخدم هذا الكلام بدل ما تستخدم بابل سورت، روح نستخدم مين؟ اوبجكت سلكشن سورت لمين؟ للاري اللي عندي، ونعمل ران للفايل 10 7 8 9 5 1 5 ما رتبهاش بالشكل الصحيح، 10 7 8 9 1 5 اذا ما صارش في الترتيب الها بالسلكشن سورت. سلكشن سورت نراجع الكود كمان مره. عندي ان اري دوت لينث، عندي فور لوب من اي بيساوي صفر واي اقل من ان ناقص واحد، زودناها هذه للي برا، حطينا بيجن، عرفنا العثور على اصغر عنصر في المصفوفه غير المرتبه انتجر مينيمم اندكس بيساوي اي، عملنا فور لوب، حتى الفور لوب ما بدهاش بيجن وان، اف كان ال جي بيساوي اري مينيمم اندكس المفروض كله في نفس البلوك، انتجر المينيمم اندكس بيساوي الجي، هذا المينيمم بيساوي الجي لانه هنصرف في الجي، وبنعمل ايه؟ سواب بالشكل هذا. وانا يا بده نشيل الفاصلة هذه، نعمل كمان مرة رن للفايل 7 8 9 7 8 9 10 1 5، نقل بس العنصر الأخير ال اي بيساوي تم انا انتجر تم بيساوي ايه؟ اري الاندكس، معلش احنا ها نحن تم بيساوي اري المينيموم اندكس، والمينيموم اندكس بيساوي اري الاي، واري الاي بيساوي تم. نمر على الكود كمان مره، بيجين واند. هنا نقدر نقول لتبديل عناصر مصفوفة انتجر هذا أول مرة بساوي الآي expected هلا من وين بدي ابدا انا؟ بدي ابدا من العنصر اللي ورا الاولاني، بدي من الاي زائد واحد. تمام؟ هيك برتبهم بشكل صحيح. اي 1 5 7 8 9 10. لانه هذا مش حيبدا من، انا كنت حاطه بيبدا من الصفر، حيبدا من نفس العنصر، مش حيبدا ما بدلش العنصر واحد. لكن هنا بيبدا من العنصر اللي بعد الاي، اي زائد واحد وبكمل، عشان هيك انا حطيته لحديت ان. تمام؟ هيك احنا عملنا اللي هو المصفوفة ترتيبها بواسطة مين؟ السلكشن سورت. في عندي الخوارزمية رقم 3 وهي الأخيرة الانسيرشن سورت. الانسيرشن سورت خوارزمية ترتيب الإدخال، هي خوارزمية تقوم بترتيب مجموعة من العناصر مصفوفة عن طريق الإدخال. كيف يعني؟ نعتبر ان لدينا مصفوفتين، الاصليه المراد ترتيبها، ونعتبر الاخرى مرتبه مسبقا، حيث المصفوفه المرتبه تكون فارغه في بدء الامر، يعني عندنا مصفوفتين، واحده مرتبه وواحده مش مرتبه، والمصفوفه المرتبه فارغه. ونقوم بترتيب عناصر المصفوفه الاصليه في المصفوفه المرتبه، عن طريق اضافه كل عنصر يسمى مفتاح من عناصر المصفوفه الاصليه في موقعه الصحيح في المصفوفه المرتبه.
طبعا زي هي عباره عن زي لعبه الكوتشينه، لو انت جيت تاخذ عن الارض كروت الشده، فانت لما تيجي ترتب اول عنصر بيكون عندك هو عباره، افترض انه كان عباره عن خمسه وجاك عنصر وراه، لو كان عندي عنصر واحد هو مرتب، العنصر وراه اجى ثلاثه فبتحط الثلاثه قبل الخمسه، لو اجى سته بتحط السته بعد الخمسه، فانت كل مره عندك مصفوفه مرتبه وعندك مصفوفه غير مرتبه، بتاخذ من المصفوفه الغير مرتبه وبتوضع العنصر في مكانه الصحيح في المصفوفه المرتبه. طبعا خوارزميه الادراج هي الطريقه النمطيه التي يستخدمها الناس لترتيب اشيائهم، فهي تعتمد على جميع العناصر المراد ترتيبها، ثم نبدا في اخذ العناصر واحد تلو الاخر ونضعه في ترتيبه المناسب، وهكذا حتى نصل الى الترتيب النهائي. ملاحظ، العنصر الاول لا يتم تغيير موضعه الا بعد الدوره الاولى لانه هو موضعه مرتب، بينما في البدايه فهو يعتبر الوحيد وبالتالي موضعه مناسب، ويتم تحريكه فقط اذا ظهر عنصر فيما بعد اصغر منه. نشوف هذه المصفوفه بالشكل هذا، 6 5 3 1 8 7 2 4، 6 هو عباره عن المصفوفه المرتبه. اخذنا وراء الخمسه، لقينا الخمسه اقل منه حطيناها في الاول، اخذنا الثلاثه، الثلاثه قبل السته وقبل الخمسه، فهنحطها ايه؟ قبلهم هم الاثنين، الواحد هيجي قبل الثلاثه وقبل الخمسه وقبل السته. ونعمل ازاحه لهذه ونضيف المصفوفه المرتبه واحد، الثمانيه هيكون مكانه بعد السته، السبعه بعد السته. قبل الثمانية، الاثنين بين الواحد والثلاثة، الأربعة بين الخمسة والثلاثة. هكذا بتكون وصلت أنت الآن سورتد أري كلها خلصتها وصار عندك كله على الشمال سورتد أري. مثال ثاني، افترض إنه عندنا 12 11 13 5 6، تمام؟ عند الانتقال عبر المصفوفة من العنصر أول واحد اللي هو الأي بيساوي واحد، العنصر الثاني في المصفوفة الى اي بتساوي 4، العنصر الاخير هي 0 1 2 3 4. كانت ال 11 هذه، طبعا احنا اول عنصر عباره عن، طبعا هنا اول عنصر اعتبرناه انه مرتب فقسمناها بالشكل هذا، تمام؟ جينا قررنا ال 11 مع ال 12، ال 11 قبل ال 12، فاحنا رحنا حطينا ال 11 قبل ال 12 هنا، صار عندي 11 12 13 5 6. نيجي هنا ال 13 بعد ال 12 فضافها هنا، صارت هذه سورتد وهذه انسورتد. معش الخمسه قبله حطيناها بالاول، معش السته بعد الخمسه، حتى حصلنا على مين؟ على مصفوفه مرتبه. بالكود الانسيرشن سورت زي ما انت شايف بنحتاج فور لوب، وبنحتاج هنا اما فور لوب او وايل لوب. الفور لوب الاولانيه هناخذ الكي اول واحد، الجي هي عبارة عن الاي ناقص واحد لأنه العنصر اللي بعد مين؟ الاي، تمام؟ فأصبح عندي تحريك العناصر في المصفوفة اللي هي الاري صفر لاي ناقص واحد، اللي هي مين الاري صفر لاي ناقص واحد؟ الصفر أول عنصر لاي ناقص واحد اللي هي هنا، اللي هي على الشمال. طول ما الجي أكبر من صفر واري الجي أكبر من الكي اعمل سواب، تمام؟ هنا معناها امشي عليهم وهنا بيعمل عملية السواب له. نشوف كيف نعملها بشكل العمل. نيجي هنا نوضع عندنا الانسيرشن سورت. الترتيب بالادراج، نعمل void insertion sort، تاخذ انتجر array بالشكل هذا ولا begin وين. اول شيء بنعرف ان اللي هو طول المصفوفه دوت length، بعد حنا فور لوب اللي بتمشي لحديت ايش هنا ان، في الفور لوب هنعرف متغير اسمه كي، تجربة كي اللي عندنا اللي هو العنصر اللي موجود اللي احنا بنقارن فيه، بيساوي الريل اي.
أول مرة هو عبارة عن أرين، أول عنصر، وانتجر جي بيساوي اي ناقص ايش؟ واحد. هل لقيت تحريك عناصر في المصفوفه اللي هي الاري اللي هي الصفر لحديد مين؟ لحديد اي ناقص واحد، تمام؟ والتي تكون اكبر من المفتاح المعطى بمقدار موقع واحد عن الموقع الحالي. فاحنا ايش هنعمل؟ هنعمل وايل لوب، يلف على العناصر كلها طول ما الجي اكبر او تساوي صفر، اند اري الجي اكبر من الكي اللي عندي. كان اري الجي اكبر من الكي حيوجع على ايش؟ الشمال، حيعمل شيفت على وراء على العنصر الاول. هنعمل بيجن وانت، طبعا هذه طول ما هذا اكبر من صفر واري اند هذه الدهاش، تمام؟ عندي اول شيء ايش بنعرف؟ نعمل اريل جي زائد واحد بيساوي اريل جي. طبعا هذا ايش؟ حتعمل عمليه تحريك، والجي بيساوي الجي ناقص واحد لانه احنا بدنا نسويه لحديت الصفر، تمام؟ بعد ما نخلص من هذه ايش بنعمل؟ اري الجي زائد واحد بيساوي مين؟ الكي اللي عندي اللي ضفته انا اخر مره. نحاول نطبقها، نوقف السلكشن سورت ونستخدم مين؟ اوبجكت انسيرشن سورت. زي ما انت شايف رتب لي اياها 1 5 7 8 9 10، هيك الانسيرشن سورت بيشتغل. طبعا الخوارزميه هذه بسيطه وتعمل بنفس الطريقه ترتيب فيها اوراق لعبه الايه الشده اليدويه زي ما احنا تعاملنا معها قبل ذلك. هذا وبالله التوفيق، اتمنى انه انتم تمسكوا الاكواد وتطبقوهم مره ومرتين وثلاثه على سبيل انك انت تفهم كيف صارت العمليه وتعمل لهم تريس وتمشي عليهم بامثله. هذا بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.